أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا بمقدار 63 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 82 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 63 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 145 ألف برميل في اليوم الواحد. ارتفعت أسعار صرف الدولار يوم السبت في البورصة الرئيسة في بغداد مع إغلاق البورصة في كردستان العراق. وسجلت بورصة الكفاح والحرفية المركزية في بغداد 147,850 دينار عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي فقط. واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 147,250 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أعلن وزير المالية الحالي علي علاوي صعوبة تمرير موازنة العام 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها نظراً إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثل ما حدث في الميزانية السابقة. وقال علاوي إن قيمة العجز في موازنة عام 2021 قدرت بنحو 49 مليار دولار، وإن البرلمان قرر سد الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على عاتق الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية ودفوعات أخرى للبنى التحتية. يشار إلى أن جميع موازنات الأعوام الماضية أقرت مع وجود عجز كبير فيها، فضلا عن أن الحكومة لم تقر موازنة 2020 بسبب الصراعات السياسية في البلاد. كشف السفير الليبي لدى العراق السيد علي السيد حقيقة وجود دولار مجمد يعود لرئيس النظام السابق معمر القذافي، ويتم التعامل به في العراق عبر بيعه بنصف القيمة. وما يعرف بالدولار الليبي هو عملة مزورة، إلا أن محتلين يدعون أنه من الأموال المجمدة التي تعود لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وتتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين حين وآخر معلومات عن عمليات بيع للدولار الليبي داخل العراق بأسعار زهيدة جدا. وكانت شرطة أربيل قد اعتقلت بأوقات مختلفة 4 عصابات تحاول التحايل على المواطنين من خلال تمويههم ببيعهم الدولار الليبي. وجه البنك المركزي اليمني جميع البنوك بأنواعها بسرعة نقل إدارتها من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعدما شهدت العملة اليمنية تراجعاً قياسياً أمام العملات الأجنبية الأخرى. وحمل البنك في قراره البنوك التجارية والأخرى غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، حملها المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة، مؤكدا إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات مصرفية عبر تلك البنوك. أخيرا، أظهرت بيانات رسمية ألمانية تباطؤا في تعافي الاقتصاد الألماني وانخفاضا في الانتاج الصناعي على غير المتوقع خلال الشهر الماضي. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية التابع للحكومة إن الناتج الصناعي في ألمانيا انخفض بواقع 1.3% على أساس شهري بعد تراجع سابق بلغ 0.8% في شهر آيار الماضي، على عكس ما أظهره استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز. هذا وأشار إلى زيادة متوقعة بنسبة 0.5%. إلى اللقاء.